مساء الخير، المهندس محمد فؤاد رئيس قطاع الهندسة بمدينة الإنتاج الإعلامي. احنا النهاردة في مركز ترميم السمع والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي. أنشأ المركز 2018 وده يعتبر أول مركز في الشرق الأوسط للترميم السمعي والبصري. كانت بداية المركز ده أول أعماله كانت مع جريدة مصر السينمائية، وهي الجريدة التي تحكي عن تاريخ مصر منذ 1935. وانشأت الجريدة 1935، عملنا تعاقد مع هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، ونفذنا ترميم وتصحيح ورفع كفاءة الأفلام حتى 4K. انتهينا من العمل مع جريدة مصر السينمية 2021 حوالي 500 ساعة تحكي عن تاريخ مصر منذ الملك فاروق حتى العصر الحالي. بعد ما انتهينا من المشروع الأهم بالنسبة للمركز، ابتدينا نفتح على العالم الخارجي. ابتدينا نتعاقد مع مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسماعيلية، وابتدينا نتعاقد مع مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. أول عمل دي للسنة الثالثة على التوالي إن إحنا المملكة العربية السعودية تتعامل معنا. أول سنة اشتغلنا معاهم في فيلم خلي بالك من زوزو وغرام في الكرنك، وابتدينا السنة دي آخر حاجة انتصار الشباب الذي لقى ترحيبا كبيرا جدا بالمملكة العربية السعودية. ومعظم المنتجين والممثلين اللي كانوا في الأفلام دي كلها انبهروا باللي حصل واللي موجود بعد تجديد الأفلام. حصل انفتاح على السوق المحلي والسوق العربي، فابتدينا نتعاقد مع وزارة الثقافة وشركة القبضة التابعة لوزارة الثقافة التي أنشئت من وزارة الثقافة والتي لها حق ملكية وتسويق 300 فيلم. عملنا تعاقد معهم، وإن شاء الله المرحلة الأولى هنستارت ب 100 فيلم، واختيار ال 300 فيلم اللي كانت تابعة وزارة الثقافة منهم هيتم اختيارها ما بين وزارة الثقافة وعدو مجلس إدارة الفنان الكبير الأستاذ حسين فهمي ومدينة الإنتاج العالمي عشان نعمل ستارت بينهم. في برضو من حاجات اللي احنا عملناها أهل القمة، البؤساء، الفتوة، أفلام كتيرة جدا، وأفلام معظم أفلام المنتجة الأستاذة سعد يونس. كل ده عملناه في مركز الترميم السينمائي. الحمد لله المملكة العربية السعودية دلوقتي السنة الثالثة على التوالي، كانت الأول بتشتغل مع الهند، دلوقتي خلاص معظم شغلها ومعظم اشتراكاتها بتيجي مع الحمد لله مع جمهورية مصر العربية في مركز الترميم السينمائي بمدينة الإنتاج العالمي. المركز تقريبا اتكلف في حدود 2 مليون يورو، والحمد لله يعني الحاجة اللي تسعدنا ان احنا قدرنا نحافظ على تراث مصر في الجريدة السينمائية وأفلام مصر التي تتحدث عن مصر وتعرف الفن المصري الأصيل. مهندسة ندى حسام الدين فرحات، مدير عام مركز إحياء التراث السمعي والبصري. المركز النشاط بتاعه الرئيسي متركز على إحياء التراث السمعي والبصري المصري. أهم حاجة عندنا هو السينما المصرية، لأن تاريخها الحقيقة كبير طويل ومشرف جدا ويستحق مننا الاهتمام. حاليا مع تطور دور العرض والشاشات العرض في كل منزل دلوقتي اصبحت بريزوليوشن 4K والترا اتش دي، بالتالي ده زرع تحدي انه تاريخنا علشان يتشاف بصوره مشرفه لازم يتم رقمنته وتصحيحه عشان يصبح في الصوره اللي يستحقها. شرايط السينما فضلت هي الوسيط الرئيسي لتسجيل الفيديوهات والأفلام الروائية والأفلام الوثائقية لمدة طويلة جدا، هي مخزنة على شرائط السينما. التخزين بتاعها على مدار 70-80 سنة ما كانش بصورة جيدة، وده طبعا أثر على الوسيط ده بشكل كبير، وبالتالي احنا دلوقتي بنصارع الزمن والوقت علشان نلحق الأفلام دي ان احنا نخرجها للنور ونعالجها تصبح متاحة للأجيال القادمة في صورة مشرفة. مراحل الترميم مراحل طويلة ومعقدة مش سهلة. أول مرحلة لازم يعالج الصورة الأول بشكل يدوي أو فيزيائيا، لأنه شريط السينما هو مادة جيلاتينية عبارة عن بروتين معرض لكل أنواع المعفن، السكراتشات، التكسير. الفيلم بيجي لنا الأول بنبدأ نفحصه
ونشوف ايه مدى تأثره بالعوامل الزمن، بنبدأ نعالجها يدويا. فده طبعا بيحتاج مهارة. الحمد لله مصر متوفر فيها الكفاءات اللي تقدر ان هي تتعامل مع حالات الأفلام. بعد ما بتتعالج الأفلام يدويا بتتغسل في ماكينة مخصوص لغسيل الأفلام علشان يتشال بقى أي مؤثرات أتربة عفن موجود على الصورة قبل ما يتم نقلها. المرحلة الثانية هي نقل الأفلام، بننقلها دلوقتي بأحدث ماكينات نقل متاحة في العالم. الريزوليوشن بتاعتنا بتصل إلى 6K، الكاميرات اللي بتلتقط صور الفريمات الريزوليوشن بتاعتها عالية جدا. بعد ما بتتنقل الصورة في نفس الوقت بيتنقل الصوت، هو كمان بيتنقل بالأجهزة المخصصة ليه وبيتم معالجته. طبعا معالجة الصورة والصوت بشكل رقمي هي عملية شقة جدا، لأنه كل السكراتشات اللي موجودة في الصورة واللحامات بتظهر واضحة جدا مع الريزوليوشن العالية، وبالتالي قبل ما تتعرض لازم يتم معالجتها كلها. معالجتها دي بتاخد ممكن تاخد معانا من 3 شهور، ممكن الفيلم يحتاج سنة كاملة يعني للترميم. كل ما أخذ وقته في الترميم كل ما خرج بصورة أفضل. إحنا عملنا جزء لا بأس به من أفلام الروائية والأفلام القصيرة، ولكن نتمنى طبعا أن إحنا نستمر في ترميم أفلامنا لإنقاذ أكبر قدر ممكن قبل ضياع المادة الفيلمية بتاعتها. وحنشوف مع بعض المراحل اللي اتكلمنا عنها اللي بيمر بيها الفيلم من ساعة دخوله لمركز الترميم لحد لما بيخرج في صورة رقمية مشرفة. مؤخرا من الأخبار السعيدة أنه تم الاتفاق مع وزارة الثقافة على أن إحنا نبدأ مرحليا ترميم الأفلام الروائية بحوزتها. طبعا هنبدأ ب40 فيلم، ولكن هيتم اختيار ال40 فيلم دول بناء على حالة المادة الفيلمية. نبدأ بالأفلام الأكثر احتياجا للترميم حاليا، مش شرط تكون الأقدم أفلام، يعني الحالة الفنية بتبقى معتمدة أكتر على الحالة التخزينية. فالأفلام اللي حالتها أسوأ لازم هنبدأ بيها إن شاء الله علشان نلحقها، لأن مجرد ما الفيلم بيبدأ في التحلل طبعا بيستمر بسرعة كبيرة جدا، بيكمل لغاية لما يوصل إن هو يبقى باودر. هنبدأ بالأفلام دي وتتوالى بعد كده، هناخدهم مراحل لحد لما نخلص الأفلام كلها اللي بحوزة وزارة الثقافة. مساء الخير، مهندس إسلام الطبلاوي، مهندس بمركز الترميم السينمائي. احنا هنا في أول مرحلة خالص في الترميم السينمائي، مرحلة الترميم اليدوي. مرحلة الترميم اليدوي بنبتدي ناخد الريل السينمائي، هو كلنا عارفين إن هو بتبقى المادة الفيلمية بتاعته عبارة عن جيلاتين. الجيلاتين ده بيتكون من البروتين، فده معرض للتحلل وللعفن مع طريقة التخزين طبعا والكلام ده. بنبتدي هنا في مرحلة الترميم اليدوي ان احنا بنمشي بالريل السينمائي، بنشوف فيه اي حاجة متحللة، اي كسر في البريفوريشن بتاعته، بنبتدي نعوض الكلام ده بلحامات. بعد ما بنخلص هنا في مرحلة الترميم اليدوي بنخش على مرحلة الغسالة، دي بتغسل الفيلم السينمائي عن طريق محلول أورجانيك، بتشيل منه كل التراب والأوبئة اللي كانت عليه. من أصعب الأفلام اللي قابلتنا هنا كان فيلم انتصار الشباب، ده كان إنتاج سنة 1941. طبعا طريقة تخزينه كانت صعبة شوية، فابتدينا نعوض كل التآكل اللي كان فيه ده بلحامات، كان السنون كتير جدا مكسرة فيه. عشان نقدر نمشي على مرحلة السكانر كان لازم نعوض اللحامات بتاعة البريفوريشن دي. بعد كده بقى بنخش على مرحلة السكانر. أنا مهندسة رشا فتحي القباري، مدير إدارة التشغيل التقني والصيانة مركز الترميم السينمائي. إحنا هنا في الوحدة الخاصة بالمسح الضوئي، إن إحنا هنا بننقل الفيلم من صورته الفيلم 35 أو 16 ميلي لصورة ديجيتال علشان نقدر نشتغل عليها في الترميم بعد كده في المراحل. احنا هنا في المرحلة دي احنا بناخد الفيلم بيتحط على الاسكانر هنا، الاسكان دي اعلى اسكانر على مستوى يعني العالم، بتنقل الصور 4K و 6K.
وفيها كمان خاصية طبعا 35 ملي و 16 ملي، وهنا بيبقى عندنا كمان اوبشن زيادة لو حالة الفيلم فيها جروح كتيرة. الفيلم اصلا بيبقى فيه مشاكل ان بيبقى متجرح في بقع او كده، فبيتحط على الاسكانر، وفي مرحلة تانية اسمها ويت جيت بنستخدم فيها محلول. المحلول ده بيدخل فعلا بنحط الفيلم جواه بحيث ان هو يعمل يغطي السكراتشز دي كلها او الجروح دي كلها، بحيث ان الفيلم يطلع باكبر قدر ممكن من النقاء علشان بعد كده في الترميم يبقى الوضع اسهل. انا مهندس صوت احمد عليوة. احنا المكان اللي احنا فيه ده اللي هو الاوديو ريستريشن جوه مركز الترميم. المكان هنا احنا زي ما الناس بترمم الصوره فاحنا بنرمم الصوت. الصوت بيجي لنا الاول على الموبينات بتاعته، بناخده من على جهاز السوندر بننقله للبرو تولز نشتغل عليه على اساس ان هو نقدر ان احنا نشوف ايه المشاكل عليه. انواع المشاكل اللي بتبقى عندنا انواع كتيره جدا، اشكال كتيره جدا من النويز بتبقى فيها، منها الهش الباز ايكو زياده، في مشاكل بتبقى احيانا كمان في تقطيع في الصوت، جمل ناقصه، مشاهد كانت اتحللت فبنبدا ان احنا نشوف ازاي نعوضها من نسخ، لدرجه ان احنا احيانا بنلجا للنسخ الرقميه اللي موجوده على اليوتيوب، او ان العميل بيوفر لنا النسخه الرقميه اللي معاه. احيانا ما بنلاقيش كمان نسخه رقميه فبنلجا لنسخ الفي اتش اس بتاعت زمان جدا عشان نسحب من عليها جمله تكون او كلمه تكون ناقصه. بنرمم بنوصل ان احنا في حرف بيكون طاير، بنرمم الحرف دوت، بنشيل النويز، بنبدا نحول الفيلم كصوت ان هو يرجع لنفس المستوى اللي يليق بان هو يكون محطوط على النسخه الفور كي او التو كي اللي هتتعرض، او لو هي هتتعرض كمان. احنا في عندنا فيلم اهل القمه نزل واتعرض في سينما زاويه بعد ما تم ترميمه هنا صوت وصوره، والحمد لله لقى اعجاب الناس جدا. يعني كل انواع مشاكل الصوت اللي احنا ممكن نقابلها كحتت ناقصه او كنويز او الكلام ده كله بنستخدم لها احدث البلاجن، بحضر احدث السوفت وير، وده طبعا فور ابديت لازم كل كام شهر بنبدا نراجع ونذاكر ونشوف ايه اللي نزل جديد نبدا نستدعيه او نشتريه بحيث ان احنا نبقى ابديتنج، لان طبعا كل يوم والتاني العلم بيتطور. عملنا افلام كتيره هنا جدا لكذا شركه، يمكن اشهر فيلم كان عليه مشكله كبيره قوي صار الشباب بتاع الاستاذ فريد الأطرش والاستاذ اسمهان، ده كان فيلم غنائي. الفيلم ده كان الصوت والصوره على موبينه واحده، والجاي الفيلم متحلل، يعني الموبينه نفسها كانت متحلله. طبعا استعنا بكذا نسخه رقميه لكذا شركه تانية، كانت كل نسخه فيها مشاكل كتيره جدا. في جمل كانت موجوده او في حاجات كانت موجوده على الموبينه الاصليه ما نزلتش كمان في ولا نسخه رقميه. بدانا نحاول ان احنا النسخ المتحلله دي نطلع منها على قد ما نقدر الحاجه اللي احنا محتاجينها او الاصوات اللي متاحه ان احنا ناخدها، ونكمل من النسخ الديجيتال التانيه اللي كانت متوفره. وبعد كده بدأنا نحط الفلاتر بتاعتنا ان احنا نحوله في الاخر لنسخة جديدة جدا ما توفرتش قبل كده، فيها حاجات زيادة عن كل النسخة اللي موجودة وبكفاءة عالية جدا. اسمي طارق محمد عبد المنعم الشبوكشي، مدير ادارة التشغيل الابداعي مركز الترميم. الفيلم اللي بيجي لنا بمقاسه المختلف 35 ملي او 16 ملي بيبدأ بالمراحل الاولانية اللي هي مرحلة الترميم. مراحل الترميم بتبقى منقسمة لجزئين، ترميم يدوي، ودي بتبقى أول مراحل في الفيلم بيتم فيها فحص الفيلم، معرفة حالته وعلاج اللحامات والكولاجات وكذا، وبعد كده بيوصل لغسيل الفيلم بجهاز الاسكانر اللي عندنا. بيتم نقل الفيلم من 35 ملي أو من 16 ملي إلى ملفات ديجيتال دي بي إكس. ملفات الديجيتال دي بي إكس دي ملفات ما بتفقدش أي ريزوليوشن أو فورمات أو وضوح ودقة للصورة السينمائية، بتبقى زيها بالظبط نفس الدقة ونفس الوضوح. بنيجي بقى هنا في المرحلة التانية اللي هي مرحلة الترميم نفسه اللي هو الترميم الرقمي من خلال ملفات الدي بي اكس اللي هي الديجيتال الرقمية دي. مرحلة الترميم الرقمي بيبقى فيها ثلاث أجزاء، نمرة واحد ترميم الصورة اللي هو ما بيجي لنا الفيلم، طبعا الفيلم بيبقى عمره الافتراضي من 20 ل 30 سنه، فطبعا بيهلك من التخزين وعوامل الزمن والاتربه والكلام ده كله، فبيظهر على الصوره بعض العيوب زي السكراتشات والدوتس والبقع والفليكرز والحاجات دي. فبتبقى اول مرحله ترميم الصوره من خلال برنامج عندنا بيقدر يلغي العيوب دي كلها. في نفس الوقت بالتزامن بيتم مرحلة ترميم الصوت، بعد الصوت برضو بيتنقل بالإيمج ساوند
ويتم ترميم الصوت. بعد كده بنيجي للمرحلة الأخيرة بقى اللي هي مرحلة تصحيح الألوان، دي اللي بتبقى المرحلة النهائية للترميم، إن هو الفيلم خلاص اتنضف كصورة وترمم وتعالجت العيوب، فبيجي يتلون بعد كده. فكرة التلوين عندنا مش إن هي بنعمل ألوان جديدة أو بنروح على لون معين، لا، إحنا بنحتفظ بلون مدير التصوير ورؤية المخرج في الفيلم وكل حاجة، بس بنوضح ونقوي الصورة. الصورة بتيجي باهتة ساعات، الصورة ساعات بتيجي ناعمة خالص، فبنرجع لها الجرينز بتاعتها، لأن السينما معروفة بالصورة اللي فيها الحبيبات الجرينز دي. الصورة ساعات بتبقى واخدة ديكي للون معين، فبنقدر نرجع الار جي بي كاملة للألوان بتاعة الصورة، بس بتبقى هي دي المرحلة النهائية للترميم. شريف حمصاني، مونتير بمركز الترميم السينمائي. مرحلتنا اللي احنا بنتكلم عنها مرحلة الصورة بعد ما تتحول من على الشريط الفيلم للديجيتال، تنزلنا لحاجة اسمها دي بي اكس، بنشتغل على الصورة. دي بالنسبة لنا بتبقى اهم مرحلة، لان دي المرحلة اللي بتعالج بقى الخطوط، سكراتشات، دوتس، بقعة. خلي الصورة كأن الفيلم ده مش متصور بقاله 20 30 40 أو 50 سنة، لا، ده كأنه متصور بين سنتين ثلاثة، لأن انت شلت كل حاجة كانت مضايقة الصورة من سوء التخزين أو من العوامل اللي كان عليها الفيلم. خش بعد كده ان احنا بنشتغل فريم فريم، الثانية بيبقى فيها 24 فريم. ممكن اقعد عليك في نقطة أو في حتة، ممكن تاخد معايا يوم أو يومين في فريم اللي هو ثانية أو أقل من الثانية كمان، تمام. بتطلع الصورة من عندنا للمرحلة اللي بعد كده وهي الألوان، اللي بيتم فيها إظهار ألوانها الأساسية أو تلوينها بشكل تاني على حسب رؤية العمل نفسه. أنا نورة الحكيم، بشتغل مصممة جرافيك ومصححة ألوان، بشتغل على برنامج ديفينشي الخاص بتصحيح الألوان، يتم العمل بيه كآخر مرحلة خالص بعد ترميم الفيلم السينمائي. بناخد الريلات دي بي إكس وبنجمعها وبنحملها وبنبتدي نحط عليها الصوت ونسنكه، وبعد كده بنبتدي نتفرج على الصورة، بنشوف ايه عيوب الصورة، بنلاقي الصورة بتبقى بهتانة، الالوان فيها بهتانة، بنلاقي فيها كاست احمر، بنلاقي فيها كاست اخضر نتيجة لطريقة التخزين والعوامل المؤثرة فيه. بيبقى الصورة فيها اهتزازات، بتبقى الصورة فيها فلو، المعالم الصورة مش واضحة، وهنا بيجي دورنا ان احنا ازاي نرجع الصورة لأصلها والألوانها الأصلية من غير ما نغير في رؤية المخرج الخاصة به. جودة الصورة بتبقى 4K، بنقدر نتحكم في كل تفاصيل الصورة بألوانها وكل التفاصيل اللي فيها، وبنقدر نرجعها الصورة لأصلها كأنك بتتفرج على صورة متصورة بكاميرا حديثة من 2024. ومعانا فيلم للرئيس الراحل أنور السادات، الصورة رو جاية من الاسكانر رايحة على اللون الأخضر، قدرت أرجعها لألوانها الطبيعية لتوزيعها المظبوط. معانا فيلم انتصار الشباب سنة 1941، الصورة كانت جاية سيئة جدا وقدرنا ان احنا نرجعها تاني لحالة كويسة جدا. اول فيلم يجمع ما بين اسمهان وفريد الأطرش. انا اسمي اسماء عبد الرحمن، بشتغل هنا ده قسم الكواليتي كنترول اللي هي تعتبر اخر مرحلة خالص بعد الريستوريشن وبعد الالوان. بيجي لي الماتيريال هنا عشان ارجعه، لو في اي مشكله مثلا وانا برجعه لازم ان انا ارجعها تاني للمكان المختص ان هو يحل المشكله لو كانت مشكله كبيره، انما لو كانت مثلا مشكله بسيطه او حاجه انا بقدر ان انا اصلحها من هنا برنامج الفينكس لو في مشكله خاصه بالفينكس. بعد الماتيريال لما برجعه بنشوف العميل يحب ان هو ياخد الماتيريال بصيغه عباره عن ايه، مثلا 4K دي بي اكس ام بي 4، فبنضطر ان احنا نعمل لها اكايفنج هنا على ال تي او او على الهارد ديسك زي ما العميل بيطلب الصيغه اللي هو عايزها المختص بيها، فبنضطر ان احنا نعملها له بقى ارشفه وفي الاركايفنج. في